شباب راح اشوف لي مكان ابيض بيه. احسن مكان ابيض بيه شباب راح ابيض هنا، تمام؟ شباب بيضت، شباب بيضت، يرجع يصير اوه راح تفقس، راح تفقس، راح تفقس. يقول لك ازرع ولا تقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم احمد AR، رجعت لكم في مقطع جديد، وبهذا الفيديو يا شباب ماينكرافت بسيرفر سوبر كرافت. شكرا شباب على تفاعلكم باخر حلقة، خلينا نوصل هاي الحلقة 40,000 لايك. بس توصل هاي الحلقة 40,000 لايك راح ينزل مقطع جديد. طبعا شباب مثل ما قاعد تشوفون بالعنوان، شحمة شنو هذا العنوان؟ شنو هالعنوان الغريب؟ احمد انت قاعد تقعد على بيضة وقاعد تفقس، صحيح؟ اقعد على بيضة وتفقس، زين شلون؟ هذا الكلام مخالف للقواعد، مخالف لقوانين اللعبة، شلون؟ هسه راح نشوف وراح نعرف هل هو مخالف، هل هو راح يصير له لا. انا هسه واقف فوق البيت اللي عجبكم، شفت تعليقاتكم، هواي ناس عجبهم هذا البيت، وخاصة اللون مالته، الديزاين، الوان اللون لهذا الخط اللي شو اسمه. انا خلف الكواليس سقفت البيت، طبعا ما راح اراويكم من هنا، ننزل لي جوا، اوكي؟ ننزل لي جوا وندخل الى المنزل مالتنا. صراحة يا شباب ما اثثت البيت، فقط انه سويت الطابق الثاني، سقفت، حطيت لهذا السقف. تلاحظون شباب، خراويكم شغلة، انه السقف ما تهنان الارضية، غير السقف هذا يصير نفس الارضية الطابق الثاني. لا صديقي، لا لا، او صديقي او صديقتي، يعني اكو اثنين قاعد يتابعون. السقف مال هذا الرصاصي، بس راح تصعد لي فوق راح تشوف الارضية لونها اصفر يعني. فاني سويت الارضيه ولهذا طبقتين، فتخيلوا شنو التفكير اللي صار بالديزاين مالت البيت. بس السقف مالت البيت لونه رصاصي، عندي هنا مساحه، عدلت هذا المكان، هسه صار انه هنا نقدر نحط، نسوي مخزن، نحط غراضنا وبهذا المكان. او كتبتوا لي بالتعليقات المخزن خليه جوا القاع، بس ما اعرف شلون راح يكون جوا القاع، وين راح احط له، مين راح انزل، هل راح تكون النزله مال جوا القاع من هنا، او النزله ما تجا جو القاعد تكون منا، او ما اعرف شنو اسوي. ممكن اخلي درج ينزل. غرفه النوم شباب ما تغيرت، فقط انه سقفتها وحط السرير، من اريد انام اجي انام هنا. يعني مثل ما قاعد تشوفون قدامكم، اني شباب سويت هنا جسر، اول جسر اصنعه بالسيرفر. يعني المفروض هسه يكون اكو جسر هنا وجسر هناك وجسر من هناك، بس انا سويت اول جسر. هسه راح اراويكم الجسر شكله، بس قبلها لازم اعبي هذني اكل، اوكي؟ عبيتهن اكل، تمام. خلينا ننزل، اوكي؟ دمجنا، خلينا نلبس الدروع لا يجيني قريبه اي وحش. على قولت الدروع شباب، هذني الدروع اني مال يعني ما صنعتهن، لقيتهن، فانا اريد اصنع لي دروع جدد واريد اطورهن على الليفل 40. اي شباب، اكو ليفل 40، اللي يسأل احمد اكو ليفل 40 مو اكثر شيء بماينكرافت 30؟ لا، اكو ليفل 40، وهسه اليوم راح نطور ليفل 40. هذا الجسر شباب مثل ما قاعد تشوفونه، خلينا نروح من هنا على اليسار. شنو رايكم بالجسر اللي سويته؟ حاولت ان شباب يكون الجسر يعني نفس تصميم البيت من ناحيه الالوان، حطيته نفس اللون الجسر، لون البيت، الجسر لون البيت، اي. بس شباب احس ليش انه الجسر عالي، يعني هسه راح افهمكم شنو قصدي، يعني عرفت؟ دقيقة شو شباب، هسه من وقف هنا الجسر تحسه عالي بالنسبة للبيت، البيت شوية تحصل ناصي، ما ادري هل هو هذا الجسر طبيعي؟ لو تحسون الجسر لازم انصيه طبقة، يعني ينزل هذا ما يكون هيك رافع لي جوا، يكون الجسر هذا اعلى طبقة ذي. فكتبوا بالتعليقات هل انزل الجسر او لا، بنسوي لنا ادوات اللي اريد اطورها الليفل 40. بس قبل كل شيء خليني نشوف هل هي تطويرة ليفل 40 موجودة عندنا، تطويرة ليفل 36، ما عندنا تطويرة 40، نحتاج انه نكبر الالة المكتبة مالتنا. عندي كتب اتوقع، اني اتوقع عندي كتب ذاك اليوم جبت، اتوقع كتب هنا او هنا، يب عندي كتب، عندي كتب، نحط هنا الكتب ونحط، لا نحتاج اول شيء الى خشب، نجيب لنا خشب، نحط الكتب ونحط الخشب، وصار عندنا اثنين. اتوقع هذين اثنين كافيات، صح لو لا؟ والله شباب ما ادري، راح اجرب، راح احط وحده هنا ووحده هنا. هل راح يصير ليفل 40؟ لا مو هذا اطوره. اوه صار عندنا شباب الى الليفل 40. بس شنو تطويرة سكورتشنج هيتس؟ صراحه ما ادري شو تطويرة سكورتشنج. خلينا ننام شباب، صارت الدنيا ليل.
اوكي خلينا نصعد اللي فوق. ها كل ما اريد انام لازم اسوي هيجي، نطمننا انا بهاي الغرفه وهيجي نسوي وننام. الصعود الى غرفه النوم شويه يطول، بس الصعود او النزول اسهل. خل احكيكم شغله شباب اكتشفتها هل يعني هاليوم، قال لي عليها بيتر واني طبيت واكتشفت طلعت صحيحه. شو شباب هسه هنا، مو اني هاي نزعت الحقيبه اقدر احطها بالقاع. هاي بالله اكتشفتها ذاك اليوم. تلاحظون هذا اللون الاحمر اللي موجود هنا، اقدر شباب انه اسوي هيجي وادوس على كلمه السرير راح يرسب لنا سرير واقدر انام. تخيلوا، فانا شنو فايده السرير حاطه بالصندوق عندي وماخذ مساحه، او وين السرير؟ وصل السرير مالتي مختفي، فاقدر اشيل الحقيبه وتصير هنا أنا جوا ظهري. اوكي شيله وحطها بايدي، فهذا الشيء خرافي انه عندي سرير وعندي صندوق بنفس الوقت شايله بايدي. خلينا نشوف عندنا لابز لازولي للتطوير، يمكن لابز لازولي ما عندي، اتذكر عندي لابز لازولي، او دقيقه يمكن هنا حاطهن. لا عندي لابز لازولي، عندي لابز لازولي حلو، عندي وذي شغلات من ذيك الحلقة واني ما مرتبه، كل ما اريد ارتب دقيقة هذا وهذا ما مطور. حلو اقدر استفاد منه انه اطوره هسه ليفل 40، هسه راح اطور الشباب ليفل 40. اول تطوير الشباب راح اطورها هي البيكاكس، اريد تطويرة بيكاكس قوية، تطوير الليفل 40. دقيقة هو ليفل 1 2 اوه ليفل 20 30 40، ماكو ليفل 10 وما ادري شلون 15 و30، لا ليفل 20 30 40، نحط النهاية ونطور على الليفل 40 ونقول بسم الله. سكورتشنج هيتس افشنسي في، افشنسي في شباب قبل ماكو اي في، ماينرز فيرفور ما اعرف شنو، كومون ما اعرف شنو هاي التطويرات. نجرب نطب جوا القاع ونحفر. اوكي خلينا ندخل منها من جوا القاع ونشوف شنو هالتطويرة القوية جتني هسه، ما ادري الصراحه، بس خلينا ندخل جوا القاع. اوكي نطب من هنا، اوكي نكسر بسرعه شباب. اوه اي شيء اكسره قبل يحوله كابل ستون، يحوله ستون. انزين البيكاكس يدمج 1542 1541، يعني البيكاك قاعد يدمج ماكو ان بريكنج. بس صراحة الشباب جدا شو شباب الايرون قبل يتحول الى ايرون او ايرون مطبوخ، ما عندنا آلة تدبيل فعادي قبل اكسره وقبل ينطيني اياه مطبوخ، ايرون كامل مطبوخ، فشي خرافي الصراحة. اوكي هذا قبل يحول اياه على كوبر، كوبر مطبوخ، كوبر مطبوخ وايرون مطبوخ. يا سلام يا سلام يا سلام. صراحة شباب التطويرة مبشرة بالخير، عرفت شنو معنى ماينر فورفر او ما اعرف شنو، واحدة من التطويرات ذني تطبخ اي بلوك اكسرها راح تنطبخ من جديد، فشي خرافي. راح نجرب شباب نطور هسه السيف مالتنا على الليفل 40. اوكي راح نطور السيف على الليفل 40 ونشوف شنو راح يصير عندنا. تطوير الشاربنز في، شاربنز في لوتينج اي في، او ماي جاد ليتش في ما اعرف شنو، بس تطويره لوتينج اي في. تعرفون ايش يعني لوتينج اي في؟ احنا اقوى تطويره بماينكرافت العاديه لوتينج 3، فما بالك انه هنا اكو تطويره لوتينج اي في. اللوتينج ما يعرف شنو اللوتينج شباب، انه اي شيء اي حيوان اكتله او اي وحش يدبل لي مالته مثلا اللحم، بس راح اجرب اقتل لي بقر ونشوف ايش قد راح ينطوني لحم. تمام بس خلي تكاثرون لي عددهم قليل عندي. تمام وعندي بعد تطويرة شاربنز في وتطويرة الليتش، ما اعرف شنو هاي تطويرة الليتش، يلا خلينا نضربها. اوكي كتلتها شباب، اطتني 3 لذر و5 لحم، البقر الوحدة تطيني 5 لحم، وطتني شغله ما اعرف شنية سينيو ما اعرف شنو هذا، هذا ينطبخ ينطبخ. يا شباب البقره الوحده تعطيني 5 لحم، او ماي جاد او ماي جاد. صراحه شباب تطويره خرافيه. هسه بعد عندنا تطويره وحده، راح اطور الشفل
لو اطور الاكس، لو اطور اسوي لي دروع واطورهن. فاني افكر شباب انه اوه اقدر احط هذا هيك هنا، والله حلو خليه. اني هسه افضل انه اطور الشفل حلو، والدروع ما راح اطورها هسه لحد ما يصير ليفلي 45 ويسوي لنا تطويرات جديده. تمام او ماي جاد طحت، فخل اسوي لي شفل وراح اطوره على الليفل 40. يا رب ما يطلع لي فورتشن مثل هذا. شباب سؤال، اقدر اطور الشيرز؟ اقدر اطورها ليفل 40؟ اوه الشيرز اقدر اطورها على الليفل 40. اني محتاج الى الصوف خيرات الله لان اريد اسوي لي شبابيك. فهل من الممكن اذا طورتها ليفل 40 راح اقدر مثلا كل خروف يعطيني 5-6 صوف؟ نجرب. اني ما احتاج انه اطور لا مو البيكاكس. اوكي شيرز نطورها على الليفل 40. افشنسي في وان بريكنج في اي. ان بريكنج في اي معناها ان بريكنج ليفل 5، والافشنسي في لا البريكنج في اي اتوقع تطويرات انه ما يتكسر ليفل 5، بس الافشنسي في خلينا نشوف شنو معناها. كم اوكي الخروف الواحد ينطينا اوكي دقيقة 9 10 13. شباب ما فرق هواي غير انه بالتكسير صار سريع. اي بالتكسير صار سريع تقريبا. هذني كلهن طني 28 صوف، بس خلينا نكاثرهن. تعالوا تكاثروا من جديد، تكاثروا خطيه شباب. باعوا شكلهن، باعوا شكلهن. اتوقع شباب هاي التطويره تفيد من ناحيه انه مثلا اريد اكسر هذا. حلو هذني راح يتكسر بسرعه، وسالفه البريكنج في اي انه ما يتكسر بسرعه، يعني ما راح يتكسر هذا الشير او الشيرز من شير صح؟ اي ما يتكسر بسرعه. فذني مفيدات بتكسير الاشجار اكثر ما انه مفيدات انه اجمع صوف، عرفتوا؟ فهي هاي الفائده مالتهم. لو تلاحظون شباب انه اني عندي هنا مروحه، هاي المروحه شباب دقيقه خل اسدها. شوف شباب صنعتها، بس اشغلها اوقف قبالها راح تدفعني لي ورا، تلاحظون؟ فهي هاي المروحه هي هاي الميزه مالت. اي درجع اوكي، فاني خليها مشغله عود كشكل يعني. وعندي شباب هنا سويت لي عسل اوكي، هذا العسل اللي سويته او منحل يعني جمعوا انه اوه كمل. اوكي خلينا نرجع نحطهن من جديد يصير عندي. اوكي هاي هم كمل. اوه باعشطتني، باعشطتني شباب شكيت. خلينا ننام شباب ونسوي الطريقة مالتنا انه نبيض، يعني راح اروح ابيض شباب. فضيحة احمد اي ار انه راح نروح نبيض هسه وراح تفقس شباب. راح اشوف لي مكان ابيض بيه، احسن مكان ابيض بيه شباب راح ابيض هنا. تمام راح ابيض، ابيض اقعد احمد اقعد اقعد اقعد. شباب بيضت، شباب بيضت. شباب مقلبتكم، مقلبتكم. اني هاي مو هاي البيضة مالتي، هاي بيضة مال دجاجة. هاي البيضة هي اللي راح تخليني ابيض اوكي شباب. انتو فهمتوها غلط، مو هاي البيضة هي اللي راح تطلع لي الطفل الصغير، لا اكو بيض نوع ثاني اسمه جولدن ايج اوكي. الجولدن ايج شباب نجيب البيضة نحطها بالكرافتنج ونسوي هيجي وصارت عندنا الجولدن ايج، صارت عندنا بيضة مالت هي تشبه بيضة التنين بس هي بيضة مالتي يعني عرفتوا. فراح ابيض وين احطها، وين راح احط، راح احطها هنا. تمام راح احطها هنا. اوه هلا بالغزال، راح احطها هنا شباب. راح اقعد هسه حاليا قاعد فوقها قاعد ادفي هاي البيضه لحد ما تفقس اوكي. راح تفقس. اوه شباب البيضه قاعد تفتر، البيضه قاعد تفتر، البيضه قاعد تفتر، البيضه قاعد تفتر. اوكي ايش راح يصير، ايش راح يصير، ايش راح يصير؟ اوه راح تفقس، راح تفقس، راح تفقس. البيضة كبرت شباب، البيضة كبرت. اوه ماي جاد،
او ماي جاد. يلا غير تفقس، يلا فقسي. ووو هلاو. تعال 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 تعال. اوه هلا، شلونك؟ صار عندي شباب طفل بماينكرافت. لا اقول لك ازرع ولا تقطع، ازرع ولا تقطع، مو اسمه شبيك؟ جريته، تعال جريته من راسي. اوديك وغصبا ما عليك، تعال امشي، يلا يلا امشي، يلا امشي. اوكي خليني شباب، راح اخليه هنا، اخليه اوكي، خلينا نشوف ردة فعله على المنطقة، شنو ردة فعله على المنطقة كلها والله، شنو ردة فعله؟ هل راح يفرح؟ هلو ماي فريند، او ابني، شنو ماي فريند؟ هلو ماي، شنو ابني؟ ماي سان، ماي سان، اوكي هلو ماي سان، شو ردة فعلك بالمكان؟ هل انت فرحان؟ دقيقة خليني اختي الضار يستحي من عندي، بعد يستحي من ابوه، عادي عادي مو مشكلة، خليني نختل هنا، ما راح يشوفني. باع شباب باي باوع يمنى ويسرى، ظل يباوع على المنطقة، يمكن عنده ذكاء اصطناعي. اوكي كسر له شمعة، ما اعرف ليش الضار ما يحب الاضاءة، شو راح يسوي؟ ايش راح يسوي؟ هاي لا شافني، يا ليل، يلا عادي عادي، لبضوج لبضوج عادي، هي شمعة اوكي. تعال اراويك البيت، تعال، ما اعرف ليش ما يجي وراي، ليش ما يجي وراي؟ كتبوا لي اقتراحات شباب بالتعليقات، ليش ما يركض وراي؟ تعال ابني، تعال تعال، خلي اوديك للبيت، تعال تعال تعال، اصعد 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 اصعد، تعال انزل. شنو رايك بالبيت؟ شنو رايك بالبيت مالنا؟ استغفر الله يا بعوف الورد. شباب هذا يكسر، عوف كل شيء، عوف كل شيء، وروح روح طب جوا، طب جوا، تعال طب جوا، تعال. يا الله يا الله يا الله يا بالحياة صعبة، ماك وردة ما كسرها يا ليل. كافي ابني ابني، صلى على النبي، على كيفك على كيفك، يا الله. تعال تعال تعال، الا طبق جوا، الا طبق جوا بالبيت. اوكي ظل قاعد هنا بالبيت، لا تسوي اي مشاكل. اوكي وين راح؟ شو تسوي؟ زعلان؟ يعني من وراك راح البيت راح يصير كله كريبرات. هم زين اني حاط الشموع هيج. شو تريد؟ مشكلة ما اعرف شنو اسوي له شباب، اشمر له فد شي. تعال راح اعطيك دايموند، تاخذه؟ زين السؤال، راح احط، هو مو يكسر اي شي موجود بالقاع؟ اريد يصعد فوق، حطيتها، هل راح يكسرها؟ اوف اوف يا ليل الليل، يابا كل شي راح اشيل، ها كل شي شلت. تعال تعال وينك؟ يلا تقدر تكسر هاي؟ تقدر تكسر هاي؟ كتبوا بالتعليقات شنو اقدر استغل هذا الشخص، استغله او استفاد منه يعني، عرفتوا؟ اوكي اريد اصعد فوق، تصعد فوق، تعال 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 تعال، خراوك غرفة النوم، تعال اوكي، تعال شوف غرفة النوم مال بابا، تعال 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 اوكي. شنو رايك بغرفة النوم؟ شو يباع فوق؟ يباع للسماء. بس ابني بدربالك تصعد هنا وهنا قبل تروح، دربالك لا تصعد فوق. اعطوني اقتراحاتكم شباب للجسر، وكتبوا بالتعليقات شنو هذا الانسان او الحيوان، ما اعرف شنو يطلع من بيضة، وين اكو انسان يبيض؟ هل اكو بالحياة اكو انسان يبيض؟
ما ادري. فكتبوا بالتعليقات شباب، ان شاء الله عجبكم شباب هاي الحلقة، ما سوينا بيها اشياء هواية، فقط انه اكتشفنا طورنا رويتكم المكان وبيضنا وفقس. فشوفكم شباب على خير بالحلقة الجاية، مع السلامة.